كانوا شي طلبه ساكنين هنايا اللي مدبزين مع البوطه، قال لك عمره بالماء، ملي مدبزين معاه قلت لهم خرجوها خرجوها. انا خرجت نتقدى شي بوطه اخرى نيت مع شي واحد، اللي جيت لقيتهم مدبزين معاها، ما عرفت هذوك واش كانوا تيطيبوا ولا شنو. المهم اللي قالوا هذوك، قال لك شي واحد كان هذيك باقي تتنفس مدبزين معاها، شي واحد دخل الطواليت شعل الدار ويطفر كاع. ها كانوا ثلاثة. المهم كانوا ثلاثة، المهم تدخلوا الجيران الله يجازيهم بخير، وجات الوقاية المدنية، المهم الله يجازيهم بخير كل شيء. غير تحرقوا، محرق الحموم تحرقوا كله، كاع دارت فيهم العافية اسمي. هي في السبيطار دروكا، فاش كانوا تحرقوا نزلوا مع الدروج وبدات يتكركبوا هنا فين داروا، حتى جات الوقاية المدنية ودتهم. شنو اللي كاين؟ شنو الخسائر؟ غير خسائر مادية، غير دوك الحوايج تاعهم والبيسيات التلفازة اللي كانوا دايرين، هذا الشيء اللي داير اللي مشى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.